السلام عليكم، هلا والله، انا راكان ورجعنا مع سونج اوف ايس اند فاير او اغنيه الجليد والنار، الروايه اللي مبني عليها واحد من اهم المسلسلات الموجوده الان جيم اوف ثرونز. بالمقطع الماضي طلبت منكم تشاركوني اسئلتكم وجانب تويتر اكثر من 150 سؤال، سواء بالمنشن او بالخاص، وهذا العدد كبير جدا، ولو خصصت دقيقه عشان اجاوب على كل سؤال بتصير مده المقطع اكثر من ساعتين، لذلك قررت اني اسوي مقطعين واجاوب على اغلب الاسئله. هذا المقطع الأول، والمقطع الثاني راح ينزل إذا وصل هذا المقطع 1000 لايك. أنا أول مرة أطلب لايكات والسوالف هذه، لكن مو لشيء، بس عشان أعرف مدى حماسكم للجزء الثاني. فمثلا المقطع هذا لو وصل اليوم 1000 لايك، المقطع الثاني راح ينزل اليوم، ولو وصل بكرة راح ينزل المقطع الثاني بكرة، وهكذا. إذا ما لقيت سؤال أكثر من الأسئلة فأنا أعتذر منك، بعض الأسئلة اللي وصلتني تستحق أني أسوي عنها مقطع كامل، وهذا اللي راح يصير مستقبل إن شاء الله. في ناس سألوني عن توقعاتي الموسم الثامن وعن توقعاتي الأحداث اللي بتصير ومصير الشخصيات، فأحب أقول لهم أني راح أخصص سلسلة مقاطع أتكلم عنها عن توقعاتي بشكل عام قبل لا ينزل الموسم الثامن بشهر تقريبا. بالمناسبة هذا حسابي بسناب شات، إذا ودك تضيفني حياك الله، وحسابي بتويتر تحت بخانة الوصف، وأنا أغلب الوقت أكون موجود بتويتر. قبل لا نبدأ حاب أشكركم جميعا على الدعم والنشر. السبب الأول اللي يخليني أستمر بتقديم محتوى باليوتيوب هو دعمكم المعنوي لي ونشر القناة. سويت حساب في موقع بتريون، وللي ما يعرف وش بتريون، هذا الموقع مخصص لدعم صناع المحتوى ماديا، والدعم المادي أمر اختياري بالنهاية وغير إجباري أبدا. في أكثر من تاير بالموقع، ويبدأ الدعم من دولار إلى 50 دولار، ولكن أكرر الدعم بتريون غير إجباري أبدا، ولكن اللي حاب يدعمني، والدعم بالنهاية راح يرفع من جودة المقاطع ومن جودة القناة بشكل عام، وراح يساعدني أني أنزل أكثر من مقطع بالأسبوع. مقابل كل باقة أو كل تاير في أشياء بسيطة أقدمها كشكر مني للداعم، مثل كتابة الاسم بداية المقطع أو نهاية المقطع، والمشاركة باختيار المواضيع، وحتى يعني ايرلي اكسس للمقاطع، يعني ينزل المقطع بتريون قبل لا ينزل باليوتيوب بيوم كامل. فإذا ودك تدعمني ماديا، والدعم زي ما قلت يبدأ من دولار إلى 50 دولار، فيه الرابط حق بتريون تحت بخانة الوصف، ادخل الرابط وسجل وشكرا جزيلا. حتى لو ما ودك تدعم ادخل الرابط وشوف الجو بتريون كيف صاير. عموما الحين راح نبدأ بالأسئلة. أول سؤال يقول وش تقول اللي ما شاف ولا جزء؟ بقول له ان العمل ما يتفوت ابدا لاسباب كثيره، وبحاول اختصرها. المسلسل عميق جدا وعبقري، عالم المسلسل واسع وكبير، وفي عوائل وملوك وفرسان، واحداث المسلسل صايره باكثر من موقع تصوير. البعض يتخوف من ان تصنيف المسلسل فانتازيا، ولكن على العكس تماما، المسلسل مهتم بتقديم الشخصيات وبنائها، والفانتازيا محصوره بامور قليله مثل التنانين والوايت ووكرز، ومو كل الوقت في تنانين وفي وايت ووكرز. وثق ثقه تامه ان المسلسل مكتوب بشكل رائع، وتحديدا الاجزاء اللي كانت مبنيه على الروايه، وهي من الجزء الاول الى الجزء الخامس. بالمناسبه الروايه كانت تتصدر مبيعات الكتب قبل بدايه المسلسل، فهذا دليل على عمق وروعة كتابة جورج مارتن. المسلسل بشكل عام مصروف عليه مبلغ كبير، فراح تشوف إنتاج ضخم يليق بزخم المسلسل. سبب آخر هو حنا يعني اللي تابعنا المسلسل من بداياته، كنا نعاني من الانتظار اللي يوصل مدة سنة بين كل موسم وموسم، ولكن الحين اللي باقي فقط 4 شهور تقريبا ويبدأ الموسم الأخير من المسلسل، وتنتهي أعظم ملحمة عرفتها الشاشة الصغيرة، ما بغيت أقول عرفتها البشرية، عرفتها الشاشة الصغيرة. ففرصة مناسبة أن الواحد يشوف Game of Thrones الآن، فما راح تنتظر سنة زي ما حنا انتظرنا يعني كثير. بالنسبة للناس اللي يسألوني عن الكتب، من أين اشتريت الكتب؟ أنا اشتريت الكتب من معرض الكتاب الدولي. عدد الكتب 7 كتب، اللي هي سلسلة أغنية الجليد والنار أو Song of Ice and Fire، اللي صدر منها باللغة الإنجليزية 5 كتب، وتمت ترجمة 4 كتب من ال5 كتب، اللي هي لعبة العروش، صدام الملوك، عاصفة السيوف، وليمة للغربان. وفي كتاب ضخم جانبي اسمه The World of Ice and Fire، الكتاب غير مترجم، ويتكلم الكتاب عن عالم الرواية بشكل عام وعن التفاصيل الموجودة بعالم الرواية، وهو المصدر اللي أنا أجيب منه المعلومات. وبخصوص أفضل 5 شخصيات عندي بالكتب، تيريون لانستر بدون أدنى شك، جون سنو، دافوس، أولينا تايريل، رغم ظهورها بالكتب كان قليل إلا أنها قدمت حوارات عظيمة جدا، وإلى الآن كل ما طفشت أرجع وأقرأ أول ظهور لها مع سانسا ستارك. وآخر شخصية طبعا وبلا شك
دب داني العنيد الفارس المنفي جورا مورمنت. قاعد اضحك لانه يا اخي احب هذه الشخصيه وما ادري ليه احبه يعني. وفي شخص سالني كم استغرقت بقراءه الكتب، انا عرفت الكتب عام 2014 لما طحت على المسلسل تقريبا عام 2013، عرفت ان المسلسل مبني على الكتب. كانت الكتب انجليزيه، اشتريت الكتب وتورطت حقيقه لان اللغه الانجليزيه اللي مكتوب فيها الكتب صعبه، وصعبه حتى على النيتيف سبيكرز، رغم ان انجليزيته ممتازه لكن الوصف اللي كان او كتابه الوصف عند جورج مارتن دقيقه وصعبه، وما ما ما فهمت للوصف. كنت افهم الدايلوجز والحوارات بين الشخصيات وسكبت اشياء كثيره وتجاوزت اشياء كثير، ورجعت قرات الكتب لما نزلت باللغه العربيه يعني ترجمة، وتقريبا بسبع شهور خلصت 3 كتب. عموما القراءة تختلف من شخص لآخر. هذه الأربع أسئلة مرتبطة ببعض من وجهة نظري. يعني السؤال الأول يقول ليش النايت كينج ما قتل بمعركة الفجر القديمة، وش اللي بيخليه يموت بالمعركة القادمة دامهم ما قدروا عليه زمان؟ السؤال الثاني يقول وش الحقبة الزمنية اللي تبي تشوفها في المسلسل المشتق من جيم اوف ثرونز؟ السؤال الثالث ويقول عن نظرية انه أزورا هاي والنايت كينج كان بينهم هدنة وبنوا الجدار بحيث انه النايت كينج يعيش شمال الجدار والبشر يعيشون جنوب الجدار. والسؤال الرابع يقول هل ممكن البشر يسوون اتفاقية مع الوايت ووكرز زي اتفاقية كراستر؟ طيب السؤالين الاولى مرتبطة ببعض. جورج مارتن يقول ان المسلسل المشتق او بريكول واللي راح تدور احداثه قبل احداث جيم اوف ثرونز ب5000 سنة، بان القصة ليست القصة التي نعتقد اننا نعرفها. It's not the story that we think we know. لذلك ممكن انه اهم جزء في قصة ازورا هاي وهي هزيمة الاخرون نشوفها بالمسلسل المشتق، خصوصا انه جورج مارتن اقترح اسم ذا لونج نايت او الليلة الطويلة على هذاك المسلسل. فهذا يعني انه القصة ليست كما نعتقد، وانه الاخرون بقيادة النايت كينج على سبيل المثال يعني اتفقوا مع اطفال الغابة والبشر وساعدوا البشر ببناء الجدار. نظرية الميثاق او ذا باكت اللي تم بين البشر واطفال الغابة والآخرون أو الأذرز طويلة وفيها تفاصيل كثيرة ممكن تكون حدثت فعلا، وإن شاء الله أتكلم عنها بمقطع منفصل. أما الحقبة الزمنية فواضح من كلام جورج مارتن أنها راح تكون بعصر الأبطال، وراح نشوف الليلة الطويلة لأول مرة يعني حسب يعني الاسم اللي اقترحه جورج مارتن اللي هو The Long Night. وبالمناسبة المسلسل راح يعرض 2020 يعني بعد سنة من نهاية Game of Thrones. السؤال الرابع مرتبط بنظرية الميثاق اللي تم بين أطفال الغابة والرجال الأوائل والآخرون، لكن بعد هجوم النايت كينج وموت أطفال الغابة أعتقد أن الوقت تأخر على إعادة الاتفاق بينهم يعني بين البشر وبين الأذرز. هذا إذا افترضنا أنه كان في اتفاق بين كراستر والأذرز، فيعني تو ليت الحين النايت كينج صار جنوب الجدار، فما أعتقد أنه راح يصير اتفاق وما في أطفال الغابة، فخلاص يعني محسومة للنايت كينج تقريبا أنه خلاص ما يبي اتفاق دام عنده جيش ودخل للأراضي البشر. السؤال الثالث يقول ليه النايت كينج كذا قوي مرة؟ منين أخذ القوة؟ حنا شفنا بالمسلسل كيف أطفال الغابة حولوا الإنسان أو الرجل اللي طلع بالمسلسل إلى النايت كينج. أطفال الغابة عندهم سحر قوي جدا، عندهم قوة مرتبطة بالطبيعة، عندهم قدرة جرين سير واللي هي بالأساس كانت للأنبياء الخضر، هم أعلى أطفال الغابة مرتبة، ويقال أنهم أعطوا الرجال الأوائل هذه القدرة، وشفنا كيف النايت كينج قدر يدخل بأحلام بران ستارك. كذلك أطفال الغابة عندهم قدرة الورق والتحكم بالغربان والذئاب، وشفنا أن النايت كينج ما يتحكم بغربان وذئاب، يتحكم بجيش كامل. ولا ننسى أن أطفال الغابة كانوا يتحكمون بالطبيعة مثل ما سووا بذراع الدورن وكسروها بالمطرقة المائية، شفنا النايت كينج كيف يمسك الأرض أو يضرب الأرض ويزلزلها. فكل قدرات النايت كينج اكتسبها من أطفال الغابة، وكأن النايت كينج كان بمثابة الماستر بيس أو التحفة الفنية لأطفال الغابة، وحطوا كل قواهم السحرية داخل هذه التحفة الفنية، فانقلب عليهم طبيعة الحال وعاش 8000 سنة. فطبيعي القوة تكبر وتكبر وتكبر، فصار يتحكم بقوته أكثر من تحكم برام بجرين سير. برام مجرد طفل مقارنة بالنايت كينج. النايت كينج عاش 8000 سنة وهو ينمي بهذه القدرات، ويعني صارت أو بي تحتاج نيرف على قارة حقنا وروج. السؤال الرابع يقول النايت كينج دائما يكون معه أشخاص واقفين جنبه،
فيسأل من هذول الأشخاص وهل هم عندهم أو هل عندهم نفس قدرات النايت كينج. طيب هذول الأشخاص غالبا هم أبناء كراستر. كراستر أعطى أو أرسل للغابة أو ودى للغابة يعني أعطى الأدرز 99 طفل، والطفل اللي أخذه سام وقلي كان رقم 100. فيب اللي نشوفهم مع النايت كينج أحيانا يكونون 4 أحيانا يكونون 5 أحيانا يكونون 12، هذول كلهم أبناء كراستر. هل عندهم نفس القوة أو لا؟ لا ما عندهم نفس القوة. ترتيب حق النايت كينج يعني هو النايت كينج بالتوب، بعد النايت كينج يجي الوايت ووكرز، بعد الوايت ووكرز يجون الجثث أو سكيلتونز. فالنايت كينج هو يعطي الوايت ووكرز القدرة إنهم يعني يتحكمون بمجموعات بسيطة زي ما شفنا بالمسلسل، يتحكمون بمجموعات بسيطة من الجثث، فهو اللي يعطيهم القدرة، هو اللي يعطيهم القوة، لكن ما يوصلون لقوة النايت كينج. النايت كينج هو التوب، وكلهم يعني إذا كان فقط اللي شفناهم أبناء كراستر، فكل الوايت ووكرز أبناء كراستر، أخوان ولد قلي وأخوان قلي بعد. إيش رأيك بثنائية سام وبران؟ خاصة أنهم حاولوا يوضحونها بطريقة غبية. لكن الواضح يبون يوضحون أن بران وسام بيكونون ثنائي بالموسم الجاي ولهم دور بالحرب الجاية. طيب شفنا سام يسرق كتب من الجزء المحرم بمكتبة السيتدل، وشفنا كيف ساعد بران بالتعرف على حقيقة زواج ريغار من ليانا. فأتوقع أن سام راح يكون له دور مهم بالموسم الأخير، خصوصا إذا لقى شيء يتكلم عن الليلة الطويلة بين الكتب اللي أخذها من المكتبة. فممكن نشوف يوجه بران ويطلب أن بران يروح يعني لتاريخ معين للماضي. فبران بالنهاية الطفل ما يعرف وين يتوجه وين يروح. احنا شفنا انه سام هو اللي قال انه صار زواج بين ريغر وليانا، فراح شف بالماضي شيء عن هذا الامر. فبران ما يعرف وين يروح بالماضي، فاذا لقى سام شيء يتكلم عن الماضي او يتكلم عن الليلة الطويلة او يتكلم عن الزور هاي، ممكن يوجه بران لهذا الامر. السؤال السادس يقول توقعاتك لاحداث ستانس في الكتاب في الشمال وحرب تحرير وينترفيل. عندي احساس انه ستانس بالكتاب السادس راح يموت، اما جون سنو فراح يرجع للحياه نفس ما صار المسلسل. يعني اعتقد انه جزئيه جون سنو وحرب وينترفيل او باتل اوف ذا باسترز هي ماخوذه من جورج ار ار مارتن. ما احس انه يعني او اشك انه هذه حبكه من دانن ديفيد. اعتقد انهم اخذوا هذه الجزئيه من يعني جورج مارتن. ولا ننسى انه هارد هوم ما صارت بالكتب، فممكن يرجع جون سنو وتصير هارد هوم بالكتاب السادس ويشوف جون سنو القائد حق الأدرز. السؤال السابع يقول هل البوق الظاهر على غلاف الكتاب السادس هو بوق جورامون المزعوم، وهل راح يتحكم بالتنين او يدمر الجدار بالكتاب القادم؟ طيب للي ما هو فاهم وش السالفة، بالكتب في أداة اسمها بوق جورامون أو بوق الشتاء هورن أوف وينتر، وفي بوق آخر اسمه بوق التنين أو دراغون بايندر. بوق الشتاء يقال أنه جورامون واللي كان ملك ما خلف الجدار قبل آلاف السنين نفخ فيه وأيقظ العمالقة من تحت الجليد، والهمج يؤمنون بأن النفخ بهذا البوق قادر على إسقاط الجدار. ييغريت كانت تقول لجون أنه مانس يبحث عن البوق ولكن ما لقاه، وبعد معركة الجدار لما راح جون لخيمة مانس وأثناء هجوم ستانس على الهمج شاف بوق طوله 8 أقدام يعني ضخم وكبير جدا ولونه أسود ومكتوب عليه بعض الكلمات بلغة الرجال الأوائل. والهمج طلبه من مانس ريدر أنه ينفخ بالبوق، ولكن مانس رفض هذا الشيء لأنه يؤمن أن سقوط الجدار يعني سقوط ممالك البشر. عموما بالكتاب الخامس ميليساندرا أحرقت هذا البوق وأصدر وميض بألوان مختلفة أصفر وأخضر. تورمند كان يقول جون انه مانس ريدر كان يدعي انه هذا البوق هو بوق الشتاء بسبب ضخامة حجمه، لكن ما هو بوق الشتاء. اما بوق التنين او دراغون بايندر هو بوق بمجرد ان تنفخ فيه تقدر تسيطر على التنين. هذه الاداة يقال انها كانت تستخدم ايام فاليريا. يورون غريجوي يدعي انه لقاه لما ابحر بسموكينج سي بجانب فاليريا ونفخ فيه بالكينجز موت، وصوت البوق أسكت كل صخب الحاضرين. ولاحقا بالكتاب الخامس يورون غريجوي أرسل أخوه فيكتوريا غريجوي إلى دينيريس وأعطاه هذا البوق وطلب منه إحضار دينيريس عشان يتزوجها يورون. عموما سواء كان بوق الشتاء أو بوق التنين، البوق الظاهر على غلاف الكتاب السادس ما هو معروف،
يعني ما هو معروف إذا كان دراغون بايندر أو هورن أوف وينتر. فننتظر الكتاب السادس عشان نعرف هوية هذا البوق. هل الكتاب كان أفضل من المسلسل بوصف الشخصيات؟ ومن أكثر شخصية فرقت عن المسلسل أو انظلمت من هذه الناحية؟ أغلب الشخصيات إذا قريت وصفها ما يطري على بالي إلا أشكالهم بالمسلسل، إلا شخصية واحدة. تخيل معي عزيزي المشاهد أن هذا الشخص هو هذا الشخص. داريو نهارس وصفه بالكتب مختلف تماما عن المسلسل. السؤال التاسع يقول: تتوقع تيريون لانستر ولد ايريس تارجيريان؟ وسمعت ان دينيريس وجون وتيريون كانوا يحلمون بالتنانين، وان الملك المجنون كان يحب جوانا لانستر، وان دينيريس وجون وتيريون كان كل امهاتهم ماتوا وهم يولدونهم. استمر يا بطل. اللي مو فاهم في نظريه تتكلم انه تيريون هو ولد ايريس تارجيريان الماد كينج، وبتكلم عن النظريه هذه بتفصيل ممل مقطع لاحق. لكن عموما جون ما كان يحلم بالتنانين، جون كانت تجيه احلام الذئاب، وهي أمر مختلف تماماً عن أحلام التنانين. أحلام الذئاب بكل بساطة تجي للي عنده وورك وعنده ذئب، فجون كان عنده ذئب بالرواية وكانت تجي أحلام الذئاب وكان وورك بالرواية. كذلك أريا ستارك وبران ستارك وريكون ستارك، هذه الأربع شخصيات كانت تجيهم أحلام الذئاب بسبب أن عندهم ذئاب. هل جون كان يشوف أحلام تنانين؟ لا. حتى تيريون ما كان يشوف أحلام التنانين اللي كانت تشوفها جينيريس. أحلام التنانين أو اللي كان يشوفه تيريون هو مجرد شغف وحب التنانين، لكن اللي كانت تشوفها جينيريس أمر مختلف تماماً عن أحلام التنانين اللي يشوفها تيريون. أنت لو أنت يعني مثلاً تتابع Game of Thrones الحين، ممكن تروح تنام وتحلم بالتنين، فبسبب شغفك وحبك Game of Thrones تبدأ تحلم بالشخصيات والأحداث. تيريون نفس الأمر، يعني يحب التنانين فصار يحلم بالتنانين. لكن هل هذا دليل قاطع على انه تيريون لانستر او تيريون تارجيريان؟ لا. هذا اخر سؤال بالمقطع او بالجزء هذا من مقطع الاسئله. يقول: وش اسوأ ثلاث شخصيات اكتبوها، او وش اسوأ ثلاث اشياء اكتبوها دان وديفيد بعد ما عدوا الكتب؟ دورن اكيد. طبعا انا متازم من سالفه دورن، لكن بعد ثلاث اشياء باستثناء طبعا اوبرين مارتيل، أقدر أقول إنه كل شيء متعلق بدورن سواء الشخصيات وكتابتها وحتى اختيار الممثلين أو الكاستنج كان سيء جدا. تمثيل رديء وكتابة ركيكة. وأبي أذكركم بهذا المشهد عشان أجيب لكم حموضة. Got careless. That's what Mama says. Will you shut up about Mama? Mama, Mama, Mama. Maybe I'll kill you both before we take King's Landing, and then I won't have to share. Mama. الشيء الوحيد اللي توفقوا فيه بخصوص دورن هو اللوكيشن. ما أدري إذا كان اللوكيشن بإسبانيا أو المغرب، لكن كان لوكيشن رهيب، أتوقع أنه كان بإسبانيا. الشيء الثاني هو حبكة داني بالموسم السادس لما أحرقت كل الكالات، لما راحت للكالسار، كان شيء رديء بكل أمانة. داني بالكتب لما دخلت النار مع الكال دروغو نجت بسبب السحر، وكان أمر نجاتها معجزة على حد وصف جورج مارتن، ولأنه معجزة المفروض ما يتكرر أبدا. حتى داني بالكتب لما دخلت النار احترق شعرها، وهذا يعني أنها غير منيعة من النار. الشيء الثالث هو حبكة رحلة ما خلف الجدار، من أسوأ الأمور اللي شفتها والمليانة رفسات بالمسلسل. أنا ماني عارف إلى الآن ليش كانوا مصرين على إقناع سيرسي بخطر النايت كينج والوايت ووكرز والأذرز عموما، رغم أن سيرسي ما كانت تملك ولا ربع الجيش اللي مع دينيريس. ناهيك عن اللي صار خلف الجدار، جندري يركض إلى الجدار اللي يبعد أميال، وبعدها يرسلهم من الجدار إلى دراغون ستون غراب. طبعا المسافة من الجدار إلى دراغون ستون 2500 ميل، وبعد ما يوصل الغراب تقرر داني انها تروح وتقطع نفس المسافة، يعني 5000 ميل بظرف 12 ساعة، شيء ما يدخل العقل. وكان عذر دان ديفيد انه الوقت صار غير مهم بالمسلسل او غير دقيق يعني، والمهم ان نستمتع بالاحداث بدون التفكير المنطقي. والمصيبة انه المسلسل اكتسب قيمة فنية بسبب تركيزه على الامور الصغيرة والبسيطة، ولما وصلنا للنهاية لنهاية المسلسل صاروا يطلبون من المشاهد انه ما يركز على الوقت، يعني بولشيت على قولة الأمريكان. عموما هذه يعني هذا كان آخر سؤال بالمقطع. زي ما قلت 1000 لايك ينزل المقطع الثاني. شكرا جزيلا إذا كنت تستمع للمقطع الآن. إذا سؤالك ما طلع للحين ممكن يطلع بالمقطع الثاني، وإذا ما طلع بالمقطع الثاني أنا أعتذر منك ومقدر لك يعني إنك سألتني. فأنت شايف إنه كمية الأسئلة كبيرة والوقت قصير، فشكرا جزيلا لك. كان معكم راكان.
حساب بتويتر تحت في خانة الوصف. أشوفك المقطع الجاي اللي ما أدري يمكن تنزلونه أنتم اليوم أو تنزلونه بكرة. ألم الراجع لكم. السلام عليكم.